أجريت لها عملية في الحلق فمنعها الدكتور من صيام شهر رمضان، فهل يجب عليها الكفارة أم القضاء؟ أجريت لها عملية في الحلق ومنعها الدكتور من الصيام، نعم، فماذا يجب عليها؟ الجواب أن الذي يجب عليها نحو الأيام التي أفطرتها من جراء عملية الحلق، الذي يجب عليها القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مرض، نعم، أفطرت من أجله فتقضي الأيام التي أفطرتها وليس عليها أكثر من ذلك. نعم. نعم.